كما تلاحظون معي يخطف الأضواء من الجميع اليوم، يعيش فترة ذهبية حالياً، سجل 3 أهداف في آخر 3 مباريات مع فريقه. رح نكون معاكم مباشرة بعد قليل أعزائي المشاهدين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وأجواء جميلة جدا وطقس مثالي. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، وترقب كبير لضربة البداية والمباراة الأولى للفريقين في دوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. فريق الاتحاد السعودي في مواجهة الفتح السعودي، أجواء كبيرة غير عادية هنا في ملعب المباراة، الجماهير تنتظر هذه المباراة وبداية الموسم لعودة الروح للملاعب مرة أخرى. البداية دائما مهمة جدا من أجل اكتساب الثقة ورفع المعنى. كرة خطيرة، حارس المرمى بطل في اللقطة الماضية بهذا التصدي. الله على هذا القفاز من مسافة قريبة، كان ممكن تحرك الشباك لكن ردة فعل، كانت فرصة هدف محقق لكن برافو حارس المرمى خلصها، أبعد الكرة عن مرماه. لقطة خطيرة جدا، ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. أوهو، يبعد كرة خطيرة. فهد المولد، عرضية تصل إلى الصندوق، مستحيل، هدف على الطاير يسجل الآن، حطها في المرمى، كرة ولا أروع، الله عليك، هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة. نشوف اللعبة مرة أخرى، عرضية ترسل بشكل ممتاز ومن مسافة قريبة، لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تمرير على الطرف، عمل جيد في قطع الكرة، بينية فيها خطورة، مرت البينية، عدت الكرة، حارس بيتصدم، يمنع فرصة هدف محقق، تألق كبير في اللقطة الماضية من حارس المرمى. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18. يا الله، حارس المرمى يتألق، يخرجها من فوق العارضة. ركنية في المنتصف، يفشل في إبعاد الكرة بعيداً عن مناطق الخطر. الكرة غيرت مسارها وخرجت إلى ضربة ركنية. بينفذ الركنية، كرة بتبعد من مناطق الخطر. يضرب الآن، هدف في منتهى الجمال، في منتهى الروعة، الله على استخلاص الكرة وإعادتها مرة أخرى إلى الشباك. نتابع الهدف من بدايته من المرور من المدافع، بعد ذلك ترسل تسديدة قوية، الكرة راحت في المرمى، صعبة جدا على الحارس. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن 2-2. يفقد الكرة، بينية تضرب الدفاع، فرصة هدف الآن. حلو الكرة، حلو التنفيذ، شوف كيف ركنها، الكرة عدت، مرت اللقطة الماضية، كان قريب من المرمى. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. عنده الإمكانية هنا. افتكاك ممتاز للكرة، كريم الأحمدي، تمريرة رائعة، حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة.
بيرسل الكرة على الجناح، استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. رمي التماس للاتحاد، يستعيد الكرة بهذا التدخل. الاتحاد أقل في مسألة السيطرة في مباراة اليوم، يعتمد الفريق على أسلوب آخر في هذا اللقاء، وحتى الآن ناجح جدا في التقدم في النتيجة. المهم في كرة القدم تحقيق الانتصار، الطريقة اللي في الملعب تعود للمدرب، الاستحواذ على الكرة لا يعتبر انتصار بالتأكيد. فهد المولد يتقدم بالكرة، هدف لمصلحة الاتحاد. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. مباراة كانت من جانب واحد، اللقاء بدأ منتهيا بهذا الفارق الكبير. على كل حال ما زال هناك متسع من الوقت حتى صفرة النهاية. كرة جميلة لكن تقطع. دقيقتين يضيفهم حكم المباراة كوقت بدل ضايع. بيعدي فيها، بمر بيعدي، تدخل مثالي وإبعاد لكرة كانت خطيرة. شوط أول ينتهي الآن والنتيجة 3-0. حكم يطلق صفيرته معلن بداية شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. فرصة الآن، خطرة للاتحاد، الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة، الله على هذه النهاية. هدف لتوسيع الفارق، الأمور باتت واضحة، لا أعتقد بأن العودة ممكنة بعد هذه النتيجة. لنشاهد الهدف من زاوية أخرى. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، يقطع الكرة في مكان خطير. فهد المولد، كرة فيها خطورة، فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. الكرة في المرمى، يضعها ويسجل هدفه الثالث، هاتريك لهذا اللاعب الكبير. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. راحت الكرة، كرة بتعدي، بيواجه فيها المرمى، حطها في مكان. يا لعيب يا لعيب، الكرة في المرمى، أي لعبة، أي نهاية، هدف في منتهى الروعة. شوف إعادة الهدف، شوف البينية الجميلة للعبة، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء، نصف درسا، نتيجة من المستحيل تعويضها. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة.
بيلعب لك كرة بينية عالية، بيعدي فيها، يتقدم فيها، الحارس يضربها بقبضة يده ويبعدها. تعامل ريال مدريد في السوق كان بشكل ممتاز الحقيقة، ونجحوا في إتمام الصفقة. فترة الانتقالات فرصة للأندية للحصول على أفضل تشكيلة ممكن. حارس المرمى ببراعة يتصدى، الله على لقطة، حارس ممتاز، كان متوقع بأن يتصدى لها. ركنية باتجاه المنطقة، بعيدة جدا كانت، وكان واضح أنه لم يتمكن من الكرة بشكل جيد. ضربة الرأس تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى عيون مفتوحة. تقطع بعد عمل جيد حقيقة. فهد المولد، كرة متاحة للتسجيل، الاتحاد يسجل. نشوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، ومن ثم الإنهاء الجميل جدا. تعرض لضغط كبير من الخصم، لكنه عرف كيف يتخلص، عرف كيف يتصرف. ضربة حرة للاتحاد، الحكم ما زال محافظا على هدوءه، يكتفي بتوجيه كلمة للاعب، على اللاعب أن يكون حذرا في قادم الأوقات. يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. تدخل ناجح على الكرة، فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. تخرج رمية تماس، مدرب راح يدفع بلاعب بديل في الدقائق القادمة. واضح بأن يشكو من إصابة في العضل. فرصة هدف الآن، ضربة مرمى بعد ما ضاعت فرصة مواتية للتسجيل. كانت قريبة جدا، تسع دقائق تفصل عن نهاية المباراة. يتقدم بالكرة، حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. عرضية في وسط البوكس، كانت قريبة من الشباك، الله على لقطة لم تكتمل. الفنش في النهاية لم يكن بمستوى التحرك والسرعة في الهجمة المرتدة. كرة سهلة بيلتقطها الحارس، ثلاث دقائق لا أكثر كوقت مضاف. يعرف كيف يمرر بشكل جيد، قاري الملعب، كاشف الملعب، مر فيها، انطلق فيها، راح راح. صافرة نهاية المباراة مشاهدينا، معلنة فوز الفريق المضيء. يضرب الآن،
مع كل هذه الضجة اللي سبقت هذه المباراة وهذا الحضور الجماهيري القوي وهذا التركيز الإعلامي، ننتظر الكثير في هذا اللقاء. سنكون معكم مشاهدينا بعد قليل في تغطية مباشرة متكاملة، حيث نادي الشباب السعودي سيقابل نادي الاتحاد السعودي. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجواء جميلة جدا هنا ونتمنى بأن تكون مباراة رائعة كذلك. أنا فارس عوض وسعيد بالتواجد معكم لتغطية هذا اللقاء، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن منافسات لدوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيكون فريق الشباب السعودي في مواجهة نادي الاتحاد السعودي. من الممتع دائما متابعة مباريات الدوري لأن دائما فيها إثارة وفيها حماس وندية، في تنافس مختلف بين الفريقين وكل فريق يسعى لتحقيق أهداف في المسابقة. أوهو حلوة خطرة، انطلق بشكل مبكر، وقع في التسلل، كرة كانت من الممكن أن تشكل خطورة. كريم الأحمدي، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، انفراد، حالة انفراد واضحة، كان عنده مجموعة خيارات، مجموعة حلول لوضع الكرة، لم ينفذ أي حل بشكل مثالي سوى ضياع هذه الكرة بهذا الشكل. فهد المولد، وتصويبة خطيرة، يتدخل والكرة تخرج إلى ضربة زاوية. يرفعها في وسط المنطقة، كرة بتبعد من مناطق الخطر، كرة إلى خارج الملعب بضربة رأسية. المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية، تسلل واضح، اللاعب ما تحرك في التوقيت المناسب، انطلق بشكل مبكر وبالتالي يقع في مصيدة التسلل، كان عليه أيضا أن يتحرك بشكل أفضل. أوديون إيغالو، ألفريد إندياي، كرة بتروح للمنافس، الاتحاد يهاجم في هذه اللحظات، محاولة هدف تقدم، يا سلام يا سلام، بدا الكلام، بدا الجد، هدف أول في المباراة، لقطة لمهارة استثنائية، لانطلاقة خيالية، لاختراق غير عادي من الدفاع، لنهاية في الشباك، هدف في منتهى الروعة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. كرة لا تمر في ظل تمركز أحمد حجازي الجيد، فهد المولد، هذه هي كرة في المرمى، هدف يأتي بعد مجهود في استعادة الكرة، بعد ضغط مكثف جدا، بعد عمل رائع من الفريق ككل من أجل استعادة الكرة. نتابع الهدف من بدايته من المرور من المدافع، لكن إنهاء الكرة في المرمى شيء آخر، تعامل مميز مع ضغط الخصم ومن ثم تسديدة المميزة في الشباك.
هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. غياب كبير من الدفاع في التغطية. شوف الكرة مع المهاجم الآن. مستحيل الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على إبداع، على نهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. مباراة كانت من جانب واحد، اللقاء بدأ منتهيا بهذا الفارق الكبير. على كل حال ما زال هناك متسع من الوقت حتى صفرة النهاية. تمريرة فهد المولد لا تصل. دفاع سيء الحقيقة، ضاعت الكرة. كريم الأحمدي، كمارة يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. أي شهية مفتوحة، هاتريك كبير للنجم الكبير. أوهو، هاتريك ورقم شخصي مميز في المباراة. قد نشاهد المزيد في الدقائق المقبلة. هدف يوسع به الفارق. نتيجة ثقيلة جدا، 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة. سيبا عرضية في المنطقة. أرسل لك كرة عرضية جميلة افتقدت المتابعة. الكرة رأسية لتمر فوق العارضة مباشرة خارج المرمى. يا لسوء الحظ في هذه الكرة. أعتقد بأن الكرة في المرمى لكنها ضاعت، كانت قريبة. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. كرة بتتخلص من أحمد حجازي. لا أعتقد بأن هناك من كان يتوقع بأن ينتهي شوط المباراة الأول بهذه النتيجة. مفاجأة كبيرة جدا. الأداء كان سلبي بالنسبة له، واضح بأن ما قدم أي إضافة بالنسبة لفريقه في هذا اللقاء. يعتبر حقيقة جزء من مشكلة الفريق في مباراة اليوم، تقدر تقول أنه ما شكل أي خطورة على المرمى، وبالتالي أكيد يتحمل جزء من الخسارة. الاتحاد أنهى الشوط الأول متقدماً في النتيجة، وعليه أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني. شوف الصمت الآن في المدرجات، هذا حال الجمهور الآن بالنسبة للفريق المستضيف. أداء ضعيف كان من صاحب الأرض، وأيضاً الجماهير الآن من حقها بأن تكون مصدومة في هذا التوقيت. حلو الاستلام، حلو الكنترول رغم الضغط. ضربة حرة لمصلحة الشباب. المراقبة والتحرك السريع هم مفتاح مانشستر يونايتد في إتمام هذه الصفقة. نحن الآن في مرحلة تشبه الجنون حقيقة. كثير من الأخبار والكثير من الانتقالات والإشاعات في انتظار الخواتيم والأخبار المؤكدة. هجوم لمصلحة نادي الشباب. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. كرة تتهادى عند حارس المرمى. غوانكا، سيبا، عرضية إلى العمق، تحولت للفريق الخصم. كريم الأحمدي، ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. ضاع
ضاعت الكرة أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. مستحيل هدف على الطاير يسجل الآن. حطها في المرمى، كرة ولا أروع. الله عليك، هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة. نشوف الإعادة ونشوف العمل الكبير من الفريق في هذا الهدف. ضغط منظم ومتواصل واستغلال الفرصة بعد استعادة الكرة والتسجيل مباشرة في هدف يجب أن يدرس. مدير الفني للفريق الضيف أعتقد حسم أمره، حسم قراره، رح يجري التغيير في هذه اللحظات. كريم الأحمدي، أحمد حجازي. يا السلام على اللوب، الاتحاد يهاجم في هذه اللحظات. ستعود الكرة من ضربة مرمى. تغيير الآن يجري المدرب للاعب اللي قدم المطلوب منه باعتقادي في مباراة اليوم، والآن سنركز على الإضافة اللي سيقدمها هذا البديل للفريق. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. مدرب الفريق الضيف على وشك أنه يقوم بالتبديل في هذه اللحظات. استخلص هذه الكرة، الله على الدور الكبير ليقدم هذا اللاعب في افتكاك الكرة. يتقدم بالكرة، كان وحدة بمواجهة المرمى، يمكن ارتبك. شوف اللقطة الماضية ممكن ما ركز فيها في وضعية اتجاه المرمى، كان ممكن يستغل هذه الفرصة بشكل أفضل. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. إيفر بانيكا يتقدم نحو المرمى. غوانكا، مدافع يقطع الطريق بكل فدائية. بينفذ الركنية، رأسية تلعب لكن بعيدة عن المرمى، كانت صعبة. حب انه يلعب له كرة لكن شوف الضغط اللي كان موجود عليه من الدفاع. العميد يظهر بشكل رائع ويتقدم في النتيجة الكبيرة. يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح. عرضية تصل الى الصندوق، كرة كانت خطيرة ابعدها في الوقت المناسب. عمليات الأحماء من جانب البدلاء، واضح المدرب يفكر في شراء بديل في هذا التوقيت. يتوغل لقلب الملعب بمبدأ الأمان. خلص المدافع، كريم الأحمدي، فهد المولد. حقيقة أداء كبير في هذا اللقاء اليوم، أكثر من كرة، أكثر من لعب، أكثر من محاولة. شفت تدخلاته. الحكم بيضيف دقيقتين للمباراة. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. الدفاع يفضل إبعاد الكرة بعيدا عن المرمى. سيبا، ولا أن تأتي صفرة النهاية وينجح الزوار في تحقيق الانتصار. أداء استثنائي، الاتحاد يهاجم.